2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي و6 صدور الدجاج مقطع، ملح وفلفل، معلقة أعشاب إيطالية مجففة، كوب كريمة وكوب بندورة طازجة معصورة، وربع كوب رب البندورة. هاي كلها للمقادير رح تصير يعني داخل خلينا نحكي الطنجرة. أما البيستو الأحمر وطبعا بدنا بكيت معكرونة. أما البيستو الأحمر بنحتاج لكوب بندورة مجففة، 1 حبة فليفلة حمراء مشوية ومؤشرة، ربع كوب زيت زيتون، نص كوب جبنة بارميزان، 1 كوب ريحان طازج، 2 حبة ثوم مفروم، وملح وفلفل. طيب سمير، هلا البيستو معروف انه هو بنعمل بالريحان. بنعمل بالريحان، فاحنا اليوم ضايفين له شغلتين كثير رح يعملوه طيب، اللي هو الفلفل المشوي، حبة الفلفل الأحمر زي ما هي قطعتها لقسمين وحطيتها بالفرن مع زيت زيتون، وبعدين بحطها بوعاء وبغطي عليها حتى تعرق ونقدر نقشرها. لازم نقشرها، فهاي فليفلة حمراء مشوية ومقشرة، وعملتها قبل هيك بكتير وصفات عشان هيك ما عملت هاي الخطوات اليوم. فهي عادي بتقطعوها من النص، بتقيموا البزر اللي جوا، تحطوها بصينية مع زيت زيتون وشو اسمه وملح وفلفل مثلا، وبتشووها وبعدين بتقشروها. تمام، بتقشروها بس هي شوية بتسحل من الإيد. فهلأ بنحطها مع البيزل أو الريحان اللي عنا، وبعدين بدنا نحط عليهم شوية زيت زيتون، شوية منيحة يعني من زيت الزيتون. وفي عنا البندورة المجففة، في حال حبيتوا تستعملوا زيتها لأنه هي بتكون مكبوسة بالزيت، بتقللوا من كمية الزيت أكيد اللي عندكم. أنا رح أحطها بدون زيتها، مع أنه والله منكة حط منه شوي، يعني حطيت زيت منيح صراحة. فخلص هي هيك، رح أحط جبنة البارميزان اللي عندي والثوم. هلأ هذا كلياته شو بدنا نعمل فيه يا أستاذ سمير؟ بدنا ننعمه على الخلاط. بسم الله. هلأ أستاذ سمير، هون أنا قلبت الدجاج بالملح والفلفل والزيت تحت الهواء ولا إشي، مكعبات من صدورة الدجاج قلبتها بالزيت. هلأ بدي أضيف هذا الخليط اللي عملناه حتى شوي يتقلب مع الدجاج. تمام. هلأ رح نضيف كمان رب البندورة، ورح نضيف بندورة طازة كمان. أوكي، يعني هي طعمها طاغي رح يكون بالبندورة والريحان بالضبط أكتر إشي. هلأ أنا دائماً بحب أضيف رشة سكر لصوصات البندورة، رح أحط سكر بني لأنه هلأ ما معي أبيض. نفس الشيء أي إشي فيه بندورة بحط له رشة سكر عشان هيك يعطي بيوازن حموضة البندورة. حموضة. ورح نحط الكريمة اللي عنا. الله. هلأ هذا الخليط كله سمير بدنا نخليه يغلي على هداوته، ضل بس مكون واحد ما بدنا ننساه، اللي هم الأعشاب الإيطالية المجففة مع شوية بودرة ثوم، مع إنه مش بحاجة كتير، الصلصة تبعت الريحان مع الثوم طيبة، بس رح أضيف إنه بصراحة بيعطي نكهة برضه. تمام، هذا كله هلأ بدنا نستنى يغلي على النار. شايف سمير هاي الخلطة كلها بدنا نضيفها فوق الباستا اللي عنا المسلوقة، وطبعا لسه بدها تدخل كلها على الفرن. شوفوا لي ما احلى لونها، كثير نكهتها بتختلف عن اي باستا، عن جد جربتوها لازم تجربوها، لازم لازم. شايفين بعد ما وزعنا الصوص على الباستا رح نجيب كيلو الاجبان اللي عندنا. تفضلي. عشان تعرف الرجيم وكذا. وايش نروح نفحص كوليسترول انا وياك بعد الحلقه. والله أنا ما لي دخل، والله أنا مستني هاي جبنة وما جبنة. طيب والحلو بس عشان نحكي سريعاً إنه هاي لأنه كل شيء فيها مطبوخ بتقعد بس 10 دقائق أو ربع ساعة بالفرن.